مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو مالتي يعني راح يعجبكم كلش، بناء على عدة طلبات طلبتوها مني. انه ردتوا قلتولنا انه اريد اشوف يعني اجواء النمسا والمناطق اللي بيها، وهذا طبعا سويت لكم فيديو كامل. واني هم عندي هسه سلسلة فيديوهات ان شاء الله كل فترة انزل لكم واحد. راح اسوي لكم عن المعالم وعلى المناطق السياحية واي شيء يخص النمسا مثل ما انتم ردتوا. طبعا مو بس يعني مناطق سياحية او المناظر، لا، راح اسوي لكم عدة فيديوهات اي شيء يخص النمسا راح اشرح لكم اياه. بس اليوم الفيديو ماتنا يعني خاص بالمناظر اللي ان شاء الله تنال اعجابكم. طبعا تشوفون ما شاء الله مناظر كلش حلوه، وطبعا راح تشوفون هم شيء يختلف. طبعا هذا كله بيوم واحد، راح تشوفون بين منطقه سبحان الله. يعني طبعا بين منطقه تقريبا 10 دقائق راح تشوفون منطقه يعني مش مسو، منطقة بها مطار ومنطقة بها غيم. يعني فعلا احنا يوميا نشوف الفصول الاربعة. وحبايب طبعا اللي اريده منكم لا تنسونها من لايك والتعليق الحلو منكم، يا ريتهم يشاركون الفيديو مع الاحبة والاصدقاء حتى يعني يشاهدون المناطق الخلابة في النمسا. وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد بوصفة جديدة أو فلوق جديد. مع السلامة حبايبي.